40 ثانية ونصف. إن كان أحدهم في مشكلة فعلي أن أتحرك أسرع. مرة أخرى، هيا. اثنتا عشر ثانية، أجل، أصبحت الآن مستعداً. أهلاً إلى ليزي تاون، الأجمل في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في ليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في ليزي تاون. منزل الشجرة. سبورتاكس، سبورتاكس، هنا في الأسفل. ستيفاني، ها أنتم. نعم. أجل، لقد أنشأنا ناديا سريا. نعم، إنه نادي الأصدقاء إلى الأبد. أتريد الانضمام؟ طبعا. ماذا علي أن أفعل؟ كن صديقنا إلى الأبد. نعم، يمكنني فعل هذا. ولكن أين ستينجي؟ إنه ليس في النادي، لا يحب المشاركة في فريق. يعتبر كل شيء لا. أجل، له له له. يا رفاق، ما زال صديقنا وربما علينا أن ندعوه إلى النادي. وهل علينا ذلك؟ ماذا يحصل؟ إنه لي، إنه لي، إنه لي. أنا أنا أنا، ما الذي يجري؟ بماذا تفكر؟ ما الذي تفعله يا ستينجي؟ حسناً، إن لم يريدوني في ناديهم فسأخذ هذا النادي إلى منزلي. لكننا يا ستينجي غيرنا رأينا. أجل، إذا أستطيع الانضمام إليكم؟ إن أصبحت جزءاً من الفريق. أجل، فريقي أنا. ستينجي، يعجبني هذا كثيراً. انتباه، 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 اجتمعوا رجاءً. ماذا؟ 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 اجتماع للبلدة. اجتماع للبلدة؟ مهزلة. ستقدم جائزة كبرى. جائزة؟ أجل، والآن هدوء، 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 اهدأوا جميعاً. لقد تلقيت طوان رسالة من رئيس بلادنا. حسناً، أعلن اليوم اليوم الوطني لمسابقة بناء منزل الشجرة. كل مدينة، كل بلدة وكل قرية ستتنافس على بناء منزل الشجرة. تتعلق المسابقة بالعمل الجماعي. العمل الجماعي. على كل فريق أن يبني منزل شجرة ويلتقط صورة له ويرسلها بالبريد الإلكتروني. غدا سيقرر الحكام من هو الفريق الرابع. وهذا سيحصل الفريق الرابح على على كأس البطولة. هذا حق موديل، يجب أن أحصل عليه. أيمكن لسبورتاكس أن يكون في فريقنا؟ أجل، يحق لكل بلدة بمساعد، لذا سيساعد سبورتاكس كل الفرق. سنحظى بوقت ممتع جدا. حسنا أيها الفريق، بيكسل، زيجي، ستيفاني، هناك منزل علينا أن نبنيه. وماذا عني أنا؟ أنا أريد الفوز بالجائزة أيضا. أتستطيع أن تكون جزءا من الفريق؟ لا، لدي كل الأدوات والخشب وكل شيء. حسناً، لكن تذكر العمل الجماعي. لننطلق. هيا، هيا، يجب أن ألحق بهم. اذهبوا، اذهبوا، اذهبوا. انتظروا فقط حتى أربح أنا تلك الجائزة، وسأكون أنا الأول، وسينظر الجميع إلي مباشرة. روبي روتن. بنظري أنت جميلة جدا أيتها الكأس. ميلفورد، أظن أنك ستبني لي منزل الشجرة، هل ستفعل؟ أنا؟ لكنني لا أجيد ضرب مطرقة، أعني ضرب مسمار. سوف أخذها وحسب. لا تلمس الكأس. أنا أنظر إليها فقط.
هيا تحرك ميلفورد، بدأ الجميع العمل. اقطع اقطع. أنا آتي آنسة بزبادي. حسنا هيا فلنبدأ الآن. ستيفاني ستيفاني شكرا على التوصيل سبورتاكس. سوف أجمع الخشب. حسنا ماذا؟ استعملي المطرقة. حسنا. بانج بانج بانج. أجل بيكسو. ماذا؟ نحتاج إلى خطة. شغل حاسوبك هيا. قمت بذلك تريكسي. أنا أحتسب نقاط الضغط على البناء الخشبي ثم سأنتزعها. نحتاج إلى الطلاء. الكثير. أجل سأحضره. أو واو. ماذا تنتظرين؟ آسفة. سبورتاكس الخشب. تفضلي. شكرا سبورتاكس. أهلا بك. أنا أريدها. ستينجي. نحتاج إلى الأدوات والخشب و ستينجي. هذه الأشياء تعود إلي. انتبهي جيدا، إنها لي أنا. أنت لا يمكنك استعمالها، واضح؟ ستينجي. يتعلق الأمر بالعمل الجماعي. نحن فريق، صحيح؟ أجل، نحن فريق. هيا ستينجي. فريقي أنا؟ لا، فريقنا. وماذا يفعل أفراد الفريق؟ يعطونني أغراضاً؟ بل يساعدون بعضهم بعضاً. هل فهمت؟ يحيى الفريق. أين تريدين أن تضعي هذا؟ أنسة بزبادي. هيا اختر شجرة وابدأ العمل ميلفورد. بالطبع. بناء منزل شجرة أصعب مما تصورت. أوه لا ميلفورد، المزيد من العصير رجاء. سأتولى الأمر. تفضلي يا آنسة. شكرا. سوف أبني منزل شجرة يثير إعجاب كل من يراه من أبناء البلدة. على الرغم من أن هؤلاء الأولاد يقومون بعمل جيد. نحن نقوم بعمل رائع يا رفاق. كدنا أن ننتهي. ما الذي قلته الآن؟ إنهم يقومون بعمل مذهل. علي أن أفعل شيئاً. ماذا؟ أنت لا تحتاجها الآن، أليس كذلك؟ لم أكن خائفاً، كنت أغني فقط. أجل. بقيت 15 دقيقة. نحن نقوم بعمل مذهل، كدنا أن ننتهي. هيا ميلفورد، توقف عن الكلام وعمل. هيا يا رفاق، سنفوز، سنفوز بالجائزة. سوف أربح، سوف أربح. بالعمل الجماعي توصل إلى ما تريد.
انتهى الوقت؟ ماذا بهذه السرعة؟ ما علينا فعله الآن هو التقاط الصور وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لنعرف من هو الفائز. يا أولاد يا أولاد، هيا يا أصدقاء، هيا ابتسموا جميعا. ابتسم. أنا جاهزة من أجل الصورة. ابتسامة، هذا رائع. رابي رابي، قل ابتسم. انزعج. من معه الصورة؟ ما بك زيكي، ماذا يحصل؟ هل نرسلها ونكتشف إن كنا سنفوز؟ نعم، أنا سأرسلها. ماذا؟ أنا سأرسلها، أرجوك. أنا حسنا. إنه جزء من فريقنا. أجل. إنها لي. أنا سأربح حتما في هذه المسابقة. دادا. سأضعها. أجل. لقد عملت بجهد وكل الأدوات لي أنا. علي أن أفتحها. الكأس هو لي أنا. رجاء اجتمعوا، هيا جميعا اجتمعوا. أين أنتم؟ هيا احملوا معي نتائج المباراة. والآن الفريق الفائز هو إنه أنا. هيا استنجي. إنها لي أنا، عرفت ذلك. لا هذا مستحيل. أنا أريد ذلك الكأس. إنها لي أنا، معذرة، أريد أن أمر. إنها لي أنا، الكأس لكل الفريق، نحن كلنا شاركنا في البناء. مكتوب هنا استنجي فقط. دعني أرى تلك الرسالة. إنها جائزتي المعذرة. أيمكنني؟ نعم بالطبع. أوه استنجي، لقد أرسلت صورتك فقط. كيف يمكن أن تتخلى عنا؟ نحن فريق. نعم. إنها لي أنا، وهذه لي أيضا. أرجو المعذرة. استنجي، عد إلى هنا فورا. الآن إلى أين يذهب بالجائزة؟ استنجي، أريد أجوبة. لا، كلنا شاركنا في بنائه استنجي. أجل، بأدواتي ومساميري وخشبي، منزل الشجرة لي أنا. ماذا عن إناء الزهر خاصة؟ أجل، إناء الزهور. أي إناء زهور؟ حسنا، فقط انسى الأمر. إن أراد تلك الجائزة القديمة الغبية أكثر من أصدقائه فليحصل عليها. أجل، نذهب ونلعب. هيا لنفعل ذلك. أنا لا أحتاج إليهم، أستطيع أن أستمتع بوقتي وحدي. يا رفاق. نعم. لنلعب كرة السلة. كرة السلة. هيا حجر، ورقة، مقص. هيا ورقة. حجر، ورقة، مقص. هيا مقص. ها حجر. لست محاصرة. هيا تريكسي. هدف. جيد. حان دورك. أنت من النوع الصامت صحيح؟ سوف أجعل أحدهم يلعب معي، وأنا أعرف من هو. ماذا سنفعل الآن؟ فلنلعب بعض الألعاب الإلكترونية. هيا. أشم رائحة الحلوى. رائع. حلوى. واو، هذا مذهل. حلوى.
تفضل. مرحبا يا زيجي. أتريد أن تلعب؟ هذه خدعة، أليس كذلك ستينجي؟ إن لعبت معي أنا ولم تلعب مع الباقين فستحصل على كل هذه الحلوى. لكنهم أصدقائي. إذن اذهب والعب مع أصدقائك ولا تعود إلى هنا أبدا. منزل الشجرة لي أنا. لا، لقد كسرته. أنا بخير. إذن ارحل عن هنا وخذ معك أصدقائك هؤلاء. إن الكأس في منزل الشجرة السخيف ذاك. حسناً، إن لم تنجح في البداية هاجم مجدداً. والآن حان وقت التنكر. لن يشك في أبداً في هذا التنكر. أنا واثق بأنه لا أحد سيشك في صندوق البريد. علي أن أقترب أكثر. أكثر؟ أكثر؟ اقتربت كثيرا. لا، علي أن أنزل. علي أن آخذ ذلك الكأس. علي أن أنزل. سأضع رجلا واحدة فوق ال... النجدة! النجدة! ساعدوني! هيا حسن! هيا! هذا صوت ستينجي! إنه في مشكلة! نعم، إنه ستينجي! لقد علق في منزل الشجرة! إنها غلطته! تريكسي، ما زال صديقنا وما زلنا فريقاً واحداً. وأفراد الفريق يتساعدون. صحيح، سأساعده. أفراد الفريق يتعاونون. أجل هيا، هيا بنا. النجدة في طريقها إليك ستينجي. أرجوكم ساعدوني. ليس بعد الآن ستينجي. تريكسي. نعم، هيا يا تريكسي. هيا تريكسي. ماذا تفعلين؟ أنا آتي استنجي. هيا يا استنجي. هيا حاول. هيا أنا أحاول. هيا حاول أكثر مني. هيا 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 حاول أكثر. هيا حصلا. هيا سأمسك بك. ولكن أمسكتك. أنا أحاول. تريكسي، أمسكت بك لكن لا أعرف لكم سأصمد. إنها الجائزة وأخيرا أصبحت لي. أصمدي. قومي إلى الهول الأبدان. ساعدونا. سوف يقعان. أنا قادر. أمسكت بكما. منزل الشجرة. رائع، تجمعنا. أخرجوني من هنا. أخرجوني من هنا. أخرجوني. لا 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 لا. إنه روبي راتن. إنه روبي، إنه روبي راتن. روبي. روبي راتن. روبي راتن. روبي راتن. أين أنت؟ حسناً. هذا غريب. شكراً لكم جميعاً يا أصدقائي. شكراً لكم. شكراً لك تريكسي. عمل جميل. رائع. أجل. شكراً لأنك أنقذتني تريكسي. لا بأس.
فائدة الفريق؟ شكراً لأنك أمسكت يدي. أعرف أنك رغبت في الجائزة. لا أحتاج إلى الجائزة. ليس عندما يكون لي أصدقاء مثلكم. كأس الفوز أصبح لي أنا. تدادا. إنها لي، وهذه أيضا لي. كل شيء لي أنا. وخمسة عشر إلى اليسار. تنظيف الأسنان. قشدة. انتهى البرنامج. تسجيل دخول الابتسامة. ابتسمي جيدا. ابتسامتي. أجل، إنها لي. زيجي، استيقظ، اليوم عيد ميلادك. نعم، أراك لاحقا. يا له من ولد لطيف. يأكل الحلوى. أحب طعم حلوى التوفي صباحا. هل يشبه طعم التوفي؟ علي أن أرسل دعوة عيد ميلاد لسبورتاكس. ماذا؟ حفلة عيد ميلاد؟ ماذا ستجلبون له بمناسبة عيده؟ إنها مفاجأة. ماذا؟ ماذا هديتك ستيجي؟ من أنا؟ حسناً، لقد حضرتها، لكن سأحتفظ بها. ستحتفظ بها؟ إنها هدية عيد ميلاد، لا يمكنك أن تحتفظ بها. حسناً، كل سنة يطلب الهدية نفسها. حلوى توفي. أقل أحدكم توفي؟ أين هي؟ أين هي؟ سمعت أحداً يقول توفي، أنا متأكد من ذلك. ترى لما لم تتم دعوتي؟ حسناً، لن أسمح بحدوث ذلك مطلقاً. حان وقت التنكر. أوه، كان ذلك سريعاً. الأرنب مضحك كثيراً. المال. هذا هو المطلوب. والآن ما أحتاج إليه هو هدية جيدة. عندما أقول جيدة أقصد سيئة. ها.
وصلتني رسالة. ما هذا؟ تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي الآن. واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا الآن. الجميع مدعو، الجميع مدعو. الجميع. هذا لطيف. لكن إلى ما يحتاج زيجي فعلا بمناسبة عيد ميلاده؟ أها، وجدتها. كرة قدم؟ لا، شيء آخر. أمر لا يستغني عنه. بيسبول. لا، ربما شيء آخر. حان وقت تحضير خشبة المسرح. ترى، أعلن اليوم يوم عيد ميلاد زيجي. أيها العمدة، أيها العمدة، لا تبدأ من دوني. ميلون يفوق الطاقة. ستيفاني، هذا ما حذرناك منه. أرجوك عليك أن تساعدينا. تكلمي مع عمك. أرجوك، أرجوك ستيفاني. عمي. عمي. أجل. لا يمكنك أن تسمح لباسي أن تلقي خطابا. ماذا يقول؟ قالت إنها حضرت خطابا لعيد ميلادي. أعلم، هذا ما قصدته، فهي تواصل الكلام. وتواصل. 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 أجل أجل، إذا فكرنا في الموضوع أعتقد أنها تطيل الكلام قليلا. قليلا؟ صحيح. الأمر فظيع. الطقس فظيع، أليس كذلك أنيسة بيزيبادي؟ أجل، لم يحن موعد إلقائي الخطاب؟ لا أريد أن أضيع الفرصة كي أملأ عيد ميلادي هذا الصبي مرحاً وسعادة. أضفت بعض الأشياء لهذه المناسبة. أشياء قليلة، لن يأخذ الأمر وقتاً. أين البداية؟ حسناً. لكن أولاً لنوزع الهدايا. قال أحدكم هدايا؟ نعم، أنا أحب الهدايا. أجل أجل، والآن من سيبدأ؟ أنا أرجوكم. أنا ولكن أنت دائما أنا أرجوك سيدي. أنا 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 هذه هديتي. شكرا 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 لك. استنجي أفلتها. عيد ميلاد سعيد. ما هذه؟ قطعة من حلوى الطوفي، إنها المفضلة لدي. واحدة فقط. ستينجي، كيف عرفت؟ أجل، كيف عرفت؟ تخمين موفق. أيمكنني استعادة العلبة؟ حسناً. حسناً ستينجي، أفسح الطريق. أنا أمر. انتبهوا، هذه هدية كبيرة لك زيجي. أجل. افتحها، هيا افتحها. ماذا في داخلها؟ لما لا تفتحها زيجي؟ هيا. أنا أريد هذا، إنها هدية مضحكة. أحسنت باختيار الهدية تريكسي. انتبهوا، هدية أخرى. أجل زيجي، أحضرت شيئا لك. نعم، تفضل. إنه ظرف. لطالما أردت واحدة مماثلا. شكرا. التالي زيجي، يجب أن تفتح. افتح. أعلم ذلك. ماذا في داخله؟ www.tofi.com. هذا جيد، جيد جدا. يمكنك تحميل أي صورة تريد عبر الإنترنت لأي من حلويات التوفي. حقا، شكرا. يمكنني أن أكلها؟ لا، بل تنظر إليها فقط. ألا يمكنك عدها؟ حسنا، من التالي؟ أما الآن، عفوا الآن حان وقت خطابي. اختبار. تذكرت أنني أضفت 5 دقائق على خطابي فقط من أجل عزيزي ويجي الصغير. ويجي؟ ذلك بعد أن أقدم إلى زيجي شيئا صغيرا. حلوى الطوفي بنكهة الطوفي.
إنها من النوع الأفضل عندي. شكراً. ستيفاني، هل جلبت لي مزيداً من التوفيه؟ حسناً، إلى حد ما. توفي توفي غرامي تحللي أيامي. أنت مذهلة. أنا أدعوها صيحة التوفي. ستيفاني، كان ذلك جميلاً. أكاد أشعر بطعم التوفي اللذيذ. والآن لننتقل إلى خطابي. سبورتاكس. لم تعتقد أنني سأنسى عيد ميلادك، صحيح؟ ماذا جلبت؟ ماذا جلبت؟ ماذا جلبت؟ هدية مميزة لك، ستبقى لديك مدى الحياة. أهو تزويد لمدة 200 سنة من الحلوى؟ لا. أهو كيس من المقرمشات بنكهة الكاكاو؟ ها، لا. أهي شاحنة مليئة بالآيس كريم الذي؟ هيا تفضل. رائع. تصلها كهرباء؟ لا تصلها بالكهرباء، إنها فرشاة أسنان. أجل، ألم تسمع بفرشاة أسنان زيجي؟ هي بلا 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 بلا. لا، مهلا، دعوني أتفقد جهازي للبيانات. فرشاة الأسنان هي واحدة يمكن حملها ذات شعيرات فعالة، وتأثيرها يدوم طويلاً. صحيح، تستخدمها لتنظيف أسنانك من بقايا الطعام. لكني أبقي بين أسناني بعض أشيائي. هذا مقرف زيجي. علي أن أمحو من ذهني ما سمعته. إنها كالتي أملكها تماماً. وكيف نستعملها؟ ألم تسمع أغنية العشرون مرة زيجي؟ هيا بنا. صغير لك عشرون إلى أعلى، عشرون إلى أسفل، تتم عبره أعمالك. عشرون إلى اليسار، عشرون إلى اليمين، هي حيلة أعرفها تساعد إن طبقتها. لا تأخذ وقتا، حينها تصبح متألقا. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تغرق نظف أسنانك مجددا. عشرون إلى أسفل، يا له من رقم سحري. عشرون إلى اليسار، عشرون إلى اليمين، تبتسم عند السلام ستشعر بالانتعاش. هيا اسمعني، كلامي مفيد لا كوالي. اسمع نصيحتي، حان الوقت لكي تظهر نظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت لكي تنظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. حان الوقت لكي تنظف أسنانك مجددا. حان الوقت لتبتسم، تحتاج إلى الرقم 20. الرقم 20. أريد فعلاً أن أجربها. لا تحاول إذن. أجل. واو. لم تتصور فعلاً أنني سأنسى عيد ميلادك. تبدو كالفتيات أكثر منها حتى، وهذا واضح. أنا جنية عيد الميلاد يا صديقي. أجوب العالم وأقدم الهدايا إلى كل الأولاد في أعياد ميلادهم. جنية عيد الميلاد، لم تزوريني في عيد ميلادي ولا مرة. أنت تدينين لي بالكثير، تدينين لي بالهدايا عن السنوات الثمان التي مرت. إذن أين هي هديتي؟ أين هديتي؟ دادا. إنها لي. أجل. ما هي؟ إذا ما هي؟ إنها آلة لصنع الحلوى، يتم تشغيلها بطريقة إلكترونية فوق صوتية. إنها أحدث وأروع آلة لصنع الحلوى. حسناً، هذا أمر لا نراه كل يوم. أتمنى فعلاً أن يسرعوا، إنهم يضيعون وقت خطاب مهم. أنت وحدك يا صديقي تستطيع أن تطلب ما تريده، وستصنعه لك.
أنا فقط. واو، سأشغلها ومن ثم أقيمها. لا توفي. أتعتقد أنها فكرة جيدة؟ نعم، بل إنها فكرة رائعة جدا. دع الفتى يستمتع قليلا. هيا اذهب 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 اذهب. نم نم توفي. انتبه، إنه توفي لذيذ. أتريد المزيد؟ توفي توفي توفي. ألفظها وأحصل عليها. لا تستطيع صنع أي شيء، هذا مذهل. توفي. توفي. أنا أريدها 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 أريدها. ستينجي أرجوك ابتعد عن الآلة. انتبه. توفي. توفي توفي توفي. ستينجي. ستينجي. توفي. توقفي. إنها تعمل. نعم توفي توفي توفي. القوة القصوى. واو توفي. هيا توفي توفي. توفي توفي. أجل التقطها زيجي. توفي إلى الأبد. لا تقلقي يا هدايا، سأبقى هنا معك. انتبهوا، علينا أطفئ هذا الشيء الآن. انتبهوا، يجب إيقافها. ما هذا؟ هيا يا زيجي أبصقها. هيا أبصقها. هيا زيجي. إنها حفلة عيد ميلاد جنونية. ستيفاني استمري بمساعدة زيجي، لدي تماما ما نحتاج إليه في منطادي. سلم. هيا ساعدنا. هيا علي أن أصل إلى الآلة. هيا. بيكسل اجعلها تتوقف. إنها هدية تستمر بالإعطاء والإعطاء والإعطاء. لا أستطيع وحدي، زيجي يقدر على ذلك. عمي عليك أن تفعل شيئاً، وإلا سيتحول اسم ليزي تاون إلى توفي تاون. لما لا نأكلها بكل بساطة؟ ماذا تقول؟ إنها الحلوى، لما لا نأكل الحلوى؟ لماذا؟ يا جماعة هذه حالة طارئة، كلوا وانجوا بحياتكم. لا يمكنني أن أكل بسرعة. لا. أطفئها يا زيجي. زيجي أطفئها. أكلت كمية كافية من الطافي. ماذا يجري؟ لو علمت أن هذا ما ستؤول إليه الحفلة ما كنت أتيت إلى هنا. لا لأهرب. يجب أن أسرع. سنغرق في التوفي. لا أصدق أنسة بالإبادي. النجدة. النجدة 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 النجدة. ما هذا؟ هيا هيا هيا
لو كان زيجي يحمل فرشاة الأسنان لكان نظف أسنانه وأمر الآلة بأن تتوقف. أجل نظف أسنانك زيجي. لن ينجح الأمر. لا. أين وضعتها زيجي؟ لابد من أنها في مكان ما. إن فرشاة زيجي في الأسفل. انتهى أمري. لقد توقفت. ستنفجر. سبورتاكس هيا افعل شيئا. هيا سبورتاكس هيا. النجدة. النجدة. اين هو؟ اين سبورتاكس؟ ماذا لو لم يعد ابدا؟ عليه ان يعود. انه سبورتاكس صحيح. هلا ستنفجر. النجدة. احضرتها. التقط يا زيجي. عشرون مرة إلى الأعلى. زيجي عشرون مرة إلى الأعلى. لا أستطيع أن أرى. النجدة. هيا أسرع يا زيجي. توقفي. أجل أحسن. ميلفورد. رائع. إنها أجمل هدية على الإطلاق. النجدة. سبورتاكس. النجدة. 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 أنجدني. أسرع سبورتاكس. هذه ليست بجنية عيد ميلاد. إنه رابي روتن. رابي. غير معقول. أتشو. والآن سيبدأ خطابي. بينج بانج ديجي ديجي دان. كلمة غريبة أغنيها. بينج بانج ديجي ديجي دان. كلمة أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا. الحركة تفيد جسمنا. لكني كنت جنية عيد ميلاد رائعة.